نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل المساحة غير كافية على هاتفكم سامسونج. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا تطبيقات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا تطبيق ميسنجر، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا مكان التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا مسح التخزين مؤقتا، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق ميسنجر سوف يظهر على هذا الشكل. وعندما تجدونه هنا تحديد قم بالضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم ميسنجر. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك.